برنامج برعاية الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. على أرض سومر نشأت أولى أنظمة الديمقراطية في العالم، حفظت حقوق الناس ضمن شرائع قانونية سار عليها العالم أجمع. هنا أرض الحضارة، أهلاً وسهلاً بكم في لعبة أور. هذا البرنامج برعاية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار. هذا البرنامج برعاية الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. دعماً للعوائل العراقية الكريمة، تعلن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى شركات وزارة التجارة عن افتتاح منافذها التسويقية لبيع كافة المواد الغذائية وبأسعار التكلفة وبمشاركة شركات الرصينة. زورونا في مواقع الشركة في مناطق الإسكان، الحرية، مدينة الصدر. الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. ضيفي لهذه الليلة الأمير البابلي ابن الجنوب الشاعر الكبير حازم جابر. أهلا وسهلا أستاذ حازم. أستاذ محمد الغالي، شرفتني. أهلا ومرحبا بك. ونورتني. كل الحلو. وشنو هالأناقة هذه الحلوة والابتسامة الحلوة والجميل. اليوم أتمنى، يعني مو أتمنى، يعني واثق راح تصير حلقة حلوة، لأنه يعني أنت شاعر كبير أستاذ حازم، ومتواجد في كل المواقف، وتكتب شعر في كل يعني في كل الأوزان وفي كل الأشياء. كتبت الوطني والقصيدة الغنائية والكثير كثير من الشعر. حازم، أحسك أنت جيل بوحدك، يعني دائما يعني ما تشبه أحد. جملة أنت جيل بوحدك هاي جملة كبيرة علي، لكن ربما أنت والآخرين يعتبروها بهذا الشكل لسببين. الأول لأن الطريقة اللي أكتب بها ربما تكون مختلفة نوعا ما، وهي مكس بين القصيدة الشعبية وبين الأغنية اللي بها روح القصيدة. والجانب الآخر اللي هو أعتقد أن يكون الجانب الأكبر، كون كل منجزي أو أغلب منجزي انكتب في الغربة، ونجاحاتي كانت في الغربة. كما يقول الرائع جبران خليل جبران، النجاح الحقيقي يكون فردي، فهو النجاح في الغربة كان فردي، لذلك أنا تفردت بأشياء ربما تكون ما موجودة عند غير. احنا رح نتحدث عن العمارة وعن عن عن رحلتك وعن الغربة وعن كل ما كتبته وأصدقائك المطربين وش كتبت، بس أولا خلنا نتعرف الحقيقة اللي احنا دعيناك ضيف عزيز مكرم، الناس يحبوك وإلك جماهيرية كبيرة. نتعرف على لعبتنا، لعبة أور، اللي هي اكتشفت في مدينة أور، لهذا سميت لعبة أور. لعبة تاريخية، أول لعبة لوحية يعني عرفت، اكتشفت على يعني مراحل كثيرة، لكن أقول لك إحنا اللي يهمنا الاكتشاف الحديث اللي صار عام 1920. هذه اللعبة كانت للملوك والأمراء، بعدين نزلت تباعا إلى أن صار الشعب كلهم يلعبون هذا. من شروط اللعبة يعني يصير سبع صايات عندي وسبع صايات عندك، ألوان مختلفة، بما أنه أنت ضيفنا العزيز. وطبعا أيضا هي تسمى لعبة العشرين مربع. عندنا نعم. هذه أماكن للأمان، هذه الزهرة للأمان، عندنا عيون وعندنا أرواح وعندنا أشياء تراقبنا، فراح نشوف من يراقب حازم ونتحدث عن روح بنتك الجميلة. أيضا عندنا أميرات سومريات يرافقونا يوضحون لعبنا للمشاهد الكريم. نعم. وأميرتنا السومرية الجميلة تعزف لنا على القيثارة. نبدأ أنا وياك، والزار الأول إلك يا أبو أثر الجميل. تدلل ومسيطر. أنا خلاص كلش مسيطر. أربعة زين، بس خليلي هسه بس واحد، بس واحد انت بس أنا أربعة جميل. أي أنت تلعب طاولة وكذا، مو يعني قوي. معروف عنا أنا كلش قوي بالطاولة، يعني هواي عندي ضحايا بالطاولة. لا والله أنا هسه اثنين، هسه هنا العب هسه إلك. ممكن إيش قد يجي هنا هسه؟ إيش قد؟ ثلاثة. نحسب واحد اثنين. لا هسه أنت في منطقة أمان، هذا منطقة الزهر. أشوف أنا شي جيني، بإمكانك تنزل صاي آخر أو بإمكانك تمشي. زين هسه أشوف أنا شي جاني.
ايضا ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. هسه شوف انا هذا واحد خليت، هذا اثنين، هذا ثلاثة، والزار لك حتى اسالك سؤال ايش قد اجاك. اوكي اثنين. واحد اثنين. عندنا مواعظ احقار يا ابو اثر. نعم. مواعظ يقال احقار هو لقمان الحكيم. نعم. نشوف شو يقول. من مواعظ احقار: لا تخالف الكلام الذي اقدمه لك. المن تقول هذا الموضوع؟ المن تقوله؟ الاثر اذا كبر، لو صديق عزيز عليك عندك مثلا ميانه ويا، ممكن تقول كل شخص انا واثق من المعلومه اللي انطيها له. نعم. كل شخص ربما يكون صديق، ربما يكون واحد من الاهل، ربما يكون بالمستقبل اثر، بس المعلومه ان انا اكون واثق منها ان هي تضيف له، فاقول له هاي المعلومه اللي تعاند بها احب ان هذا ثقة بالنفس أبو أثر، من تقول أنت أنه متأكد منها ثقة بنفسها؟ مو ثقة بالنفس بقد ما هي السنين والتجربة اللي أنت عشتها. نعم. برا تختزل هاي السنين كلها مرات بحكمة واحدة. نعم. ويا ريت، أنا أتمنى أكو بعض الحكم وبعض النصائح اللي حكوها إن أصدقائنا اللي أكبر من عندنا أو أهلنا أو أصدقاء والدي أو والدي، خذت منها يعني لما ما كبرت بالعمر حسيت ان هاي النصائح كانت نصائح محبه. زين، من فضلك واحنا نلعب. ايه. وبعدين راح اسالك عن الحكماء سبعه، ورا اسمع فتح حكمه انت سامحها. انا اجاني ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، لك انا ايضا ثلاثه. ايضا بامكانك يعني نفس الطريقه. اثنين اي ثلاثه. هس زين، هس نشوف ايش عندنا. شلون اكتشفت موهبتك ابو اثر الشعريه؟ اثنين. هذا واحد. أنا ابن هاي المدينة، أنا ابن هاي الأور. نعم. تكون هي العاصمة للدولة السومرية. نعم. أنا سومري. نعم. أنا ابن جنوب ابن العمارة، هاي المدينة الطيبة اللي تحيطها خمس أنهر دجلة وتفرعاتها. فأور كانت العاصمة للدولة السومرية. نعم. فحتى متواجدة بقصائدي أور. زين. بالمناسبة. زين. أو بديت الكتابة كون ابن أب كادح. نعم. حقيقي. كان شاعر الوالد؟ لا، أبوي ما كان شاعر، بس كان محب للشعر. زين. ومتذوق للشعر، وأصدقاء الشيوعيين بالمدينة كانوا يتجمعون ببيتنا أو ببيت أي واحد من أصدقائه أنا أكون متواجد. زين. بديت أكتب الشعر، أشخبط وأقرأ لهم، وبديت أسمع وبديت أحفظ كل القصائد اللي هم يقروها لأبو سرحان، صلاة الدم، والشاعر الكبير العظيم مظفر النواب، أغلب القصائد حفظتها. يعني تستذوق الشعر لو تفهم أيضا شو يقولون وأنت بمرحلة مبكرة؟ يعني أنا بالبداية ما أفهم. نعم. بس بالبداية تأثرت بإحساسهم. يعني كان صديق الوالد الله يطول بعمره الآن غالب عزيز، كان يقرأ للنواب بشكل جميل وبإلقاء رائع وبإحساس رائع، وفي ذلك الوقت كان النواب تعرف أنت يعني ممنوع. نعم. ذكر اسم النواب وقصائد النواب، لكن غالب عزيز كان يقرأ قصائد النواب بشكل رائع، الله ينطي الصحة والعافية الآن هو يسمعني، ومن الناس اليسارين المهمين المثقفين الواعين المحبين للمدينة ومحبين للشعر، ووطنيته كانت عالية. أبو أثر، وإحنا يعني خلي نلعب ونتكلم، بما أنه أنت أمير سومري، هذا يعني أنطاك الفرصة أو أن تكتب أوبريت خليجي 25؟ الحقيقة أنا يعني تعرف أنظر لك بعين كبيرة، لأن أن تكتب ملحمة كبيرة، وكان الحقيقة يعني افتتاح رائع، يعني العالم كلهم أذهلوا بهذا الموضوع. شلون جت الفكرة؟ شلون تم اختيارك؟ شلون كتبت؟ يعني سويت الحقيقة، يعني ما أعرف سويت شلون انكتب وطلع بالصورة هذه. أنت أيضا كنت جزء من هذا النجاح. نعم. الكبير. نعم. اللي كان انعكاسه لفكر الشاب العراقي. نعم. اللي يمتلك فكر ويمتلك تاريخ. نعم. وشون يجسد هذا الفكر ويخلي ميكس بين شاعريته وبين اعتماده على الموروث العظيم اللي تراكم خلال آلاف السنين بذاكرته. طلعنا بنتيجة حكيتها بأكثر من لقاء، قلت احنا يمكن اخواننا الخلايجة ممكن ان يجيبون اكبر شركات بالعالم تسوي لهم افتتاح لكل فعالياتهم، لكن المحتوى احنا عندنا ارث عظيم، فاستنادنا على الارث طلع
الافتتاح بهذا الشكل. موضوعه اتصل بي الكابتن عدنان درجال والدكتور اياد بنيان مستشار رئيس الوزراء وقالوا احنا اعتمدنا عليك بهذا الموضوع، احنا نريدك تكتب اوبريت خليجي 25 وراح نخليك باتصال مباشر مع المخرج الايطالي عن طريق المخرج البحرين. لحظه بسيطه ابو، ايش كان احساسك؟ خفت؟ قلت هذا تاريخ العراق، هذا الخليجي 25 صار احنا 20 سنه او اكثر منقطعين عن العالم وعن الرياضه وعن الكذا، شلون يعني ابدا اي خوف ما كان موجود؟ نعم كان حرص، خوف من المسؤوليه والحرص، كان حرص. وانا بطبيعتي انا كلش ملتزم. نعم يعني انا اسافر لندن زي. اصدقائي قالوا لي انت لندني مو احنا، انت بريطاني. ايه. على التزامك انا جدا ملتزم. نعم فالتزامي وحرصي خلاني متأكد إن أنا راح أطلع فد شيء يرضي نعم. الجميع. نعم. وتم الاتفاق بهذا الشكل وبدينا أنا والأخ البحريني نشتغل بهذا الشكل. وإحنا نلعب أنا هي. أربعة هاي واحد. هاي ثلاثة جانب. هاي ثلاثة هذه أربعة. نعم جانب. نعم أبو أثر. أي بدينا نكتب، بدينا نستحضر إن إحنا أبناء حضارة. وأكيد هم على بينة بهذا الموضوع لأنهم مسوين سيرتش. أنا جاني عظيم مسوين سيرتش وكاتبين كانوا أشياء غير موفقة هم لشاعر آخر، لكن خلص لغوها. وكان افتتاح الحقيقة رائع، أذهل العالم يعني. إحنا أبناء حضارة لابد أن نفتخر فيها، لكن للأسف إحنا أنا كاتبها بقصيدة تقول اغزلني ويخيط الشمس وشرنع لحب للشمس تلقاني جمرة وثلج أذوب بس بهمس من شفت كل شي غلط والحروف ماكو نقط مني وقع حاضر بس تشلبت بالأمس. الله احنا اللي تشلبنا بالأمس وما زلنا متشلبين بالأمس ونتمنى حاضرنا يشبه أمسنا يشبه تاريخنا. لكن للأسف كل الساسة اللي حكموا العراق بلا استثناء ما عرفوا قيمة هذا البلد. أبو أثر سمعني أول مقطع كتبته بالأوبريت، أنت من كتبت غير اللي ظهر للجمهور غير اللي كذا، أنت كتبت يعني أشياء يعني كلش هواية. وأنا أيضا اسمح لي بحكم أنت صديقي وصديقي العزيز شرف. أيضا كنت مرافقك بهذا الموضوع، كنت حقيقي ومخلص لبلدك للعراق، كنت تكتب وما تنام وحتى يعني أنت خلينا نقولها يعني إحنا الحقيقة ضيوفنا اللي نجيبهم أريد مواقفهم حتى الناس يتعلمون، ولا أنت يعني شخص شاعر كذا ممكن يقول أريد فلوس أريد؟ لا أنت اللي اتصلت بينا أبو أثر طبعا. وأنت اللي قلت أنا أعطيكم أجور وما يعني ما فكرت بأجر يعني إحنا خلي بس بفضلك بس خلي نحكي إحنا هذه الأشياء. وأنت اتصلت بالمطربين وأنت اتصلت بحسام وأنت بديت، شنو اللي كان يدفعك لهذا الموضوع؟ ليش تسوي هيك حاجة؟ أنا أقول لك ليش. نعم أنا من كنت أطلع لأي دولة ما أقول أوروبية، نعم من أطلع لأي دولة خليجية نعم. أنقهر على بلدي أقول ليش إحنا شنو نقصنا، ومن نحكي أقول إحنا العراق. يعني كان في بيت الشعر الأردني مدير بيت الشعر الأردني من يقدم شاعر عراقي بيحكي بزهو ويحكي بفخر ويتحدث عنه، ومن يكره شاعر عربي خلي شاعر عراقي وياه حتى يتفوق عليه يعني نعم. بهذا الشكل نعم. فمن كنت أسافر دول الخليج أشوف البناء والتقدم والهذي يعني إحنا هذا إنا المفروض نعم. المفروض إحنا اللي علمنا الناس شلون ترسم الكلمة وترسم الحرف نعم. فكنت كلش حريص أن هذا الافتتاح يكون بأجمل ما يكون، وكانت عندي اقتراحات أخرى حتى للختام، لكن للأسف يعني ما حد ساعدني بيها. وانت أكثر الناس تعرف أن إحنا لو نحكي ما خلف الكواليس نعم. في هواية تساقط وجوه نعم. هواية تساقط أسماء في نظر الآخرين هم أسماء كبيرة، لكن للأسف هم أسماء مناطقيين مو محبين حتى لبلدهم، فما نحكي بالسلبيات، خلينا فرحانين بما حققوا نعم. وما حقق نعم. السمعة الطيبة نعم. للعراق والكذا. سمعني هيو هيو مين أخذتها؟ سومرية هيو هيو لو هيو هيو خلاها حسام نعم. احنا حتى من كتبنا الاوبريت طبعا ما يدري المشاهد ان احنا من نكتب احنا من نزرع حروفك يا عراق،
خضر بقيعانك ابيات الشعر. نعم. وانت اول شمس شعت بها امين ما شمك اشم اطيب عطر، دجلتك مرت على العالم خضار، وفراتك حول الصحراء سحر، انت يا اول حضارات الوجود، وانت للتاريخ تاريخ عنوان وذكر يا ابونا. وانت علمت البشر رسم الحروف، وانت علمت الصبر معنى الصبر. هذا العراق. نعم. فاحنا كنا اكو تايم بين كل مقطع كتبه وبين ترجمه الصوريه للمخرج، فهذا انحسب علينا وقت، واختارينا اسماء كانت مهمه بالدراما ومهمه بالمسرح. نعم. حتى يعرفون احنا وين جاي نشتغل بيا منطقه، والاسماء المحترمه اللي اختاريناها اللي هم استاذ جواد الشكرتشي واستاذ محمود ابو العباس وست ناس طالب، ناس طالب واستاذ محمد هاشم. نعم. كنت رائع ايضا ومحب، وتحملت ما تحملت انت ايضا، والفنان حسام الرسام. فحسام يعني اكو اشياء قلنا ما نحكيها احنا، حسام كان رائع. زين اخذ هذا خمسة، هذا واحد اثنين راحن وهاي ثلاثة. زين اسمع لي، الحديث وياك حلو او نعم. اثر، وانت عراقيتك يعني حد النخاع وتملأ الدنيا وعندك جمهور كبير، لكن اسمح لي اروح فاصل وبعدين نكمل. نعم. حديثنا مشاهدينا، نروح فاصل وراجعين لكم مع الامير السومري امير الشعر حازم جابر. هذا البرنامج برعاية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار. هذا البرنامج برعاية الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. وعودة ثانية إلى لعبة أور، وضيفنا العزيز أبا أثر الجميل الأمير البابلي السومري المبدع الكبير أستاذ. وعلى فكرة يعني أنا مو أجاملك، لا هذه حقيقة، بس عوف 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 الزار هسه عوف، إحنا حتى لا تأخذني بالطاولة. أي لا لا يعني لا تأخذني بالكلام. بالمناسبة بلعبة الطاولة أي نلعب مثلا أنا ونس محمود أغلب يظل أربعة دجر ما يعجوا يعني. تحب الفوز؟ تحب الفوز أنت؟ أي ماكو واحد ما يحب الفوز. أها. أي والله أنا كلش أحب الانتصارات. حلو. نعم. زين احكي لي، يعني ما أريد أفوت هذه المرحلة، العمارة والحب والغزل وأول قصيدة غزل وأول حب. نعم. هالعمارة معروفين يعني حبيبة ويحبون وكذا، شنو أول حب؟ إيش كتبت؟ بنت الجيران؟ لو عنده مشكلة بحياتي. زين. أنا من أحب شلون واحد يطيح بالطينة على وجهه. أنا هيك. زين. فبالابتدائي حبيت المعلمة. هي عنده مشكلة بهذا الموضوع. زين. المهم بشباب أيضا مريت بعلا، هو مو حب، بعدين أنت تكتشف إن هي علاقات. زين. الحب عشت مرة واحدة. نعم. قبل زواجي. نعم. وما كان لي نصيب ولا عندي حظ بي نعم. يعني هذا أيضا هو مخلي فتح حزن بداخلك. أنت دائما أبو أثر دائما يعني أنه صح اجتماعي وكذا، بس مرات تحس أنه أنت وحدك. أي. ووحيد. شوف أستاذ العزيز، أنا فترة كلش قريبة. زين. كلش قريبة. زين. خسرت الإنسانة اللي كنت أتمناه، وانصدمت بأغلى صديق عندي. مطرب هو؟ مو نعم. مو مهم من ذكره. نعم. كلش انصدمت نعم. بيه نعم. يعني الغدر كانت شيمته للأسف. نعم. وانصدمت يعني جيت كلش متعطش الحضن والدي بعد غياب 20 سنة، ووالدتي وتوفوا يعني خلال هاي المدة، يعني فرق بيناتهم سنة. نعم. فخسارات نعم. خسارات كلش صعبة كانت. نعم. يعني مؤلمة. زين أنا مني قاومت ورجعت أوقف. تعرف أنت مرات تقول هذا الإنسان في يوم ما أنا شقد ما راح أوقف له راح يوقف لعشرة أضعاف. إيش كتبت للوالدة أبو أثر؟ إيش كتبت لها؟ الفواتح كشخة بحزني
الفواتح كشخت بحزن وخذ طبعي ونع النسوان ما يلحقن منا نعي. أنا مفارق وطن بحضان عشت سنين يا محازم بعد ما يرجع دمعي. أداين من دموع دموع للي يبكون وكلت شفيت من عضات مو صبعي. أداين من دموع دموع للي يبكون وكلت شفيت من عضات مو صبعي. أظل شايل ذنب ما شلت ابن بيوم اعذريني لأنك أفهم بوضعي. يدفنون الشمس ما سامعان بهاي يا روح الصار صار وصدقي واقتنعي. يا بيرغ محنة يجمع الخوان انكسر قلبي يا يمه ومن ورا ضلعي. يا شمعة وفا دلتنا وإحنا صغار عصف ريح العمر حد ما سكت شمعي. يما القى الحلو ما سمعت دق الباب اجا وقت الغروب وبينا وربعي. نجمة انتي وصدق ظليتي نجمة بليل اسمها كان نجمة. نجمة انتي وصدق ظليتي نجمة بليل وبقيت انتي النهر يزقي ورد زرعي. انا مشودر حزن وبصدر حسرة موت وعليك بكل وقت يا موت اظل ادعي. يا المعدلة اليميل ويوم حكي الموزون نشك ثوب السوالف وانت اللي ترقعي. يا طيبة وكريمة وشيخة الشيخات أبد ما قلت آه وانت تتوجعي. يما خلاف وجهك مدرى روحا وين دلفين بعباتك قبل لا تودعي. يا موت خذيت شوفي ومن وراها الروح خذت أمي وبوي ونشفت نبعي. الله يرحمها أبو أثر. أكيد هي فخورة الآن بيك، أكيد هي دشوفك الآن دشوف عائلتك وأسرتك الجميلة. أنت عندك أثر وعندك روح، شنو هالأسماء الحلوة؟ أثر أثر وروح. نعم، حتى هي أنت قلت لي قبل بداية اللقاء النصيحة توجهها. نعم، ومنو يأخذ بي أنا أنصح كل أصدقائي أقلهم لا تغلطون غلطتي. زين، أنا غلطت أثر وروح ما شالوهم لا أم ولا أبوي. فما أتمنى يغلطون غلطي، أتمنى كل أصدقائنا يتزوجون حتى يفرحون مبكر. يفرح نعم. أمه ويفرح أبوه ويشلون الأطفال، هذا المهم. أنا الآن شايف ظلت لما موت حسرة لك بالدل، هاي الحسرة نعم. ظلت لأن أشوفهم يكبرون ولا أم شالتهم ولا أبوي. الله يرحمه والبركة بيك وتربي أولادك إن شاء الله وتشوف أولادهم أبو أثر. خلينا بجونة جميل وأنت شاعر جميل ودائما متفائل، دائما تضفي على المكان حيوية وكلام. خلي نلعب نشوف إيش عندنا. أجتك ثلاثة أبو أثر، ثلاثة. ممكن تنزل صاي جديد؟ لا أضربه. لا. زين، والصداقة لعد والأخوة ما له علاقة، هذا لعب. زين، خلي نعم. نشوف ايش عندنا في بيت الألواح يا أبو أثر. نعم. طبعا بيت الألواح هي المدرسة. نعم. كان يسموها بيت الألواح ويقال عنها أنه شخص يدخل لها الإنسان في عيون مغلقة ويخرج بعيون مفتوحة، يعني بحكم العلم والتعلم والكذا. أبو أثر سواء تجاوب أم تجاوب الموضوع نعم. طبيعي، إحنا هذه المعلومات اللي نوصلها للمشاهد نعم. الكريم. السؤال هو: العصر السومري المبكر هو العصر الذي تلا راح أعطيك جوابين واختار جواب واحد. تلا العصر الشبيه بالكتابي أم العصر السومر الذهبي؟ الشبيه بالكتابي. صحيح، الشبيه بالكتابي. نعم. صحيح صحيح، هذه للمشاهد الكريم. نعم. المعلومة. وخلينا احنا حاب أسألك عن تجاربك العربية، فنانين يعني كثار يعني يتمنون تكتب لهم الحقيقة أو كتبت لهم أنت، فكيف تقيم تجربتك من فضلك؟ وإحنا نلعب، وأتذكر أنا أيضا وإحنا بخليجي 25 بعد الافتتاح رأسا بعثت لك مسج المطربة الكبيرة أحلام. أي أحلام، عن كانت حبة المشاركة، اتصل بي أيضا وسام خصاف اللي هو يشتغل كل أعمالها. نعم. وقال بعد الافتتاح الرائع الفنانة أحلام حبت تشارك بالافتتاح، وأيضا كانت من ضمن المشاركين بالختام. نعم.
الثاني ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. منو من المطربين العرب انت كتبت؟ الصابر الرباعي، اسماء المنور، بعد منو؟ صابر الرباعي واسماء المنور، هاي اثنين. هذا واحد عمل، هذا واحد ممكن تنزل صاي هنا. نعم، بلقيس فتحي وفايز السعيد واسماعيل مبارك وساري السواس و... اسماء هواية. منو اكثر يعني وصل كلامك، وصل اللي تريد تقوله؟ اقرب صوت انت تحسه ممكن يترجم مشاعر حازم جابر؟ والله بصراحة هي هاي الكلمة تزعل بعض الفنانين من عندنا. نعم، يعني اصواتنا العراقية او العربية، انا عندي حالة يعني نضجت حتى بالفترة الأخيرة، صرت انا ما انطي اما اسم مهم يا اما صوت مهم. نعم، الاسم المهم ما يصير اسم مهم اذا هو صوت مهم ايضا. نعم، كان فانا بكل الاحوال اغنيه الانطي انا منطيها الصوت، انا كلش مقتنع به. ابو اثر، انت كتبت انماط مختلفه. نعم، يعني اصوات مختلفه، خلينا نقول هذا لون معين وهذا لون معين. نعم، انت قدرت تجمع كل الالوان وتكتب، يعني تكتب الساريه السواس، تكتب الماجد المهندس، تكتب الهيثم يوسف، تكتب الاحلام، يعني تشوف المصطفى الرباعي. نعم، شلون قدرت يعني تحتوي هذه الاصوات او هذه، او شلون تنزل مثل لهالمستوى، وشلون تكتب هيك مستوى، وشلون اكو اصوات؟ نعم، أكو واحنا اصوات فضلك، اكو اصوات استاذ محمد. انا ثلاثه جتني، واحد اثنين ثلاثه. نعم، هاي اربعه جتك، واحد اثنين ثلاثه اربعه. نعم، اكو اصوات، هي اصوات يعني ممكن ان تغني الشعر. نعم، انا الاصوات المهمه اللي تغني الشعر ممكن اكتب لهم، ممكن اكتب لهم المكس اللي اغنيه اللي بها روح قصيده. نعم، لان اصواتهم تتحمل. زي. وبعض الاصوات لا، هي اصوات تحب ان تكون توصل الجمله البسيطه اللي بها موضوع، اللي بها فكره، اللي يعتمدون على اغاني الحب، وانا مميزهم الفنانين. فكل فنان اشتغل له بروحيه، احاول ان انجح وياه، وهذا المهم. هذا المهم. ان انت مثلا اني هيثم يوسف وحاتم العراق ومحمد عبد الجبار وحبيبي، يمكن بس الاربعه انا كاتب لهم 100 اغنيه ما شاء الله. احنا الشعراء مظلومين طبعا. زين زين ابو اثر، شنو الفرق بين القصيده وبين الاغنيه؟ يعني القصيده احنا عندنا اوزان الموشح، مثل كتبت انا ما ندق على الخشب لما انت تفوت، نعم، نضرب على الوجه مدرش بينا، تحتي الموت ولا واحد يموت لو تجي شفافك تبوس بينا، سنين لم بشعرك وبعده طويل، الله يا شعرك يتعب متوني، ربع لميته وبعد ما ظل حلو لو ألم من بعد تعم عيوني. هذا موشح. مثلا وزن آخر اللي هو النصاري، كتبته بأغنية الصوت الكبير محمد عبد الجبار، أحلفك بالمحبة وعشرتي ويا من أروع الأغاني، تحن لأيامنا وترجع علينا حبيبي وداعتك، من يوم فرقاك من قد البجي وبعدك عمياني، مثل نجمة وندور نضو بسماك، دلال الشفتة ما ذكرك بهينة، نشوف شراع عمر الكسر أجفاك وجروج وأخذ كل السفين. ممكن تكتب هاي أوزان. نعم، أوزان العلاقة بالقصيدة العمودية نكتبها، وأيضا كانت التجربة الحصة بيها في أغنية ربع حبي وإلك حب، فهاي الأوزان أنا ردت أخلي الأغنية العراقية تكون بها شعر، والشعر ما يجي بالمقاصير، الشعر يجي بهاي، من تنطلق أنت بهاي الأوزان يكون الشعر موجود والصورة الشعرية موجودة. أبو أثر، من المطربين العرب اللي أنت تتمنى تكتب له غير صابر وغيره؟ والله بصراحة مو توصل لحد الأمنية، ما عندي أمنية. نعم، لأنه ماكو واحد بهم بعيد علي. زين، ولا واحد منهم غنى أشياء أهم من الجاي نكتبة. زين، فهي مو أمنية بقدر ما شو وقت ما تصير الصدفة ويطلب منك تكتب هاي. أنت تكلف لو أنت تكتب؟ أنا أكتب الأشياء. نعم، وإذا أكلف نفس الشيء هم أيضا نفس الموضوع. نفس الموضوع، بس أنا أكو أشياء أجهزها. بس تعرف أنت الآن إلك اسمك وإلك وضعك وإلك مكانتك، الفنان شو وقت ما هو يحس محتاجك راح يجيك ويتصل. أبو أثر، ممكن تكتب القصيدة الشعبية اللي بيها إغراق بالشعبية؟ يعني نختار فد مطرب شعبي وتكتب له؟ إيه ممكن، مو مطرب شعبي، هي مو شعبي، وإنما مثلا هي المفردات أو القصائد الشعبية أو الموال الشعبية الصعبة كلش هم يغنوها مطربين الريف. نعم، وبصراحة أنا
بعد ما نضجت تجربتي حسيت نعم. أن الغناء الريفي غناء عظيم جداً جداً ومؤثر ايه. جداً. يعني أذكر جملة حكاها طالب أستاذ طالب القراغلي نعم. يقول أني من كنت من إجيت من الناصرية برزت عضلاتي حتى تطلع الأغنية بشكل آخر وسويت البنفسج الأغنية الغير مقفات وسويت كذاب وسويت يا روح وواي أغاني عظيمة لحنها الكبير طالب. يقول أنا حسيت إن أنا أهم ما موجود. أوكي طلع هذا صعب وتنزل لك صعب آخر أتجتك أربعة زين إيش وقت أنت برزت عضلات بس أكملها زيان. الجملة يقول بعد ما يقول أنا حسيت خلاص أنا الأول. يقول بعد ما طلعت خارج العراق حسيت إن أنا كل اللي اشتغلته مو مؤثر. رجعت حسيت إن داخل حسن وحضير أبو عزيز هم شفة الأرض نعم فهي هاي الحقيقة نعم. هذا اللون المختلف الأصوات الريفية المختلفة هي اللي يا ريت إذا أكو أصوات الآن مهمة حتى تغني قصائدنا الشعبية أو ألواننا أو أبوذياتنا حتى بشكل يكون بها نكهة الأرض وروح الأرض وعطر الأرض وأصواتهم. أنت كلش ملتصق بالأرض نعم ملتصق بالوطن والدليل أنت دائما حاضر يعني بالمواقف الوطنية بالتظاهرات بقصيدتك العظيمة للمرحوم ظفر النواب, ظفر النواب نعم. وكنت حاضر وكنت يعني تأثير تربية الوالد بحكم كان شيوعي وكذا هي. نعم أنا مرات أقول البيئة اللي كونتنا تختلف عن بيئة سين وصاد من الأسماء نعم. يعني أنا والدي كان مثلا فصل معمل السكر لأن كان يطلع الموظفين والهاي يطلعهم بتظاهرة انفصل فرجل عنده رجل كادح وحقيقي من ياخذوا الأمن إحنا ما شاء الله كان كل شهر ياخذ والد الأمن يكسرون ظهره ويرفسون من باب يذبوا على باب البيت يشمروه بالسيارة ويرجع ثاني يوم لو بالليل ياخذ الفرشة ويكتب على الحياطين فأكو وطنية حقيقية نعم. وطنية حقيقية ووالدي مات وما قبل أن لا يأخذ قطعة أرض ولا يأخذ راتب مال سجين سياسي ولا هذه لأن يقول إحنا ضحينا من أجل وطن لا من أجل راتب ولا من أجل أنت الابن الأول الكبير بالعائلة إيه بالولدان الكبير أها ومسؤول من كل العائلة أنت مسؤول ومحب هم ينظرون لهاي النظرة أنا بعد الفاصل أريد أحكي عن مواقفك الإنسانية اللي أنت ما تقبل أحد يحكي بيها بس اسمح لي اليوم نحكي بهالموضوع بس نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا مشاهدينا نروح فاصل قصير وراجعي لكم مع الأمير الشاعر الكبير الصديق حازم جابر هذا البرنامج برعاية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار هذا البرنامج برعاية الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وعودة ثانية إلى لعبة أور وضيفنا الجميل أبو أثر الورد الأنيق أنيق بالشعر بكتابة الشعر أنيق بالشكل أنيق بعلاقاتك الإنسانية ما تقبل أنت من نحكي لا أنت تساعد كثير من الشعراء والفنانين والمواقف الإنسانية والشخص اللي محتاج والشخص الكذا شي من حق هذا التصرف أو هذا والله أستاذ محمد أنا ابن مدينة نعم بسيطة نعم وناسها محبين للناس نعم وابن أب كادح فأنا كلش أحس بالعالم نعم أحس بمعاناتهم أحس بألمهم والله أنا مرات أتهرب لأن ما أتحمل أشوف ألم إنسان أو حسرة إنسان أو فأي شيء ممكن بدون ذكر أسماء رجاء نعم. وأي شيء لا لا إيه أبدا على فكرة أبو أثر بس خلي أحكي لك شيء بس من فضلك إحنا نجيب ضيوفنا ونريد يتكلمون عن تجاربهم الإنسانية نعم. حتى الآخر يستفيد لا إحنا ما نريد نذكر أسماء بدون أسماء إيه أبدا أسماء. نعم أي شيء ممكن أساعد به شباب أصدقائنا فنانين جار معارف ناس ما نعرفهم يدخلون أي شيء أنت الله مكنك يوم الأيام أن تقدر تساعد أنا أبداً ما راح أتأخر عن الناس وحتى إذا شيء يصعب علي
فأستعين بأصدقاء ممكن أن يكونون سند لهذا الموضوع. فإحنا عايشين حتى نحب بعض، حتى نساند بعض، حتى نوقف مع بعض، حتى نكبر بعض. إذا سوينا هاي الأشياء راح تكون أنت مصالح مع ذاتك وتعيش مرتاح وتفارق هاي الحياة وأنت كلش مرتاح ما عندك هم. أبو أثر، إيش قد أثرت عليك الغربة وأنت 20 سنة يعني خارج البلد؟ يعني إيش قد أثرت عليك بسلوكك، بشعرك، بكذا؟ شلون كونتك أنت 20 سنة هواي؟ نعم. وبس أنت كنت متواصل مع كل قضايا العراق. نعم. إيش ضافت لك؟ إيش أخذت من عندك؟ كنت أروح وجي زين، ولما ما أحس إن أنا توقفت عن الكتابة زين أجي أرتوي. أها. صدقاً تجي ترتوي من علاقاتك، من ناسك، من من قراءاتك هنا للناس، من معاناتهم، من ألمهم، من الاستذكار اللي تعيشه من ترجع للعمارة والبغداد. فأرجع من جديد. الغربة أخذت مني، أخذت مني هواي أشياء، أخذت مني عمر، أخذت مني صحة، أخذت مني ابتعدت عن ناس المفروض أنا ما أبتعد عنهم، والآن أنا أحس بهذا الانكسار وبهذا الألم لأن أنا ابتعدت عنهم. وأيضا انطتني خلتني ماكو شيء يهزني أواجه المواقف الآخر لحظة. يمكن أنت شفتني طبعاً، شفتني طبعاً. أرجل وأقف بوجه الدنيا كلها وأكون حائط، يعني مو سهل واحد يهزه. ودائما اللي يريد ينتقص او اللي يريد يخلينا احنا فتشي ثانوي من وجهتنا، لا احنا مو هيك. عندك قدره تحزر الشخص المقابل قيمه. انا مرات اقول اعرف الزلم من ظهورها. نعم. هاي اهلنا يقولوها ماكو. نعم. من ظهورها مو من وجوهها. نعم. فاكيد اقرا الناس. ايش كتبت على الغربه؟ ايش خلتك تكتب الغربه؟ الغربه اخذت مني اللي اخذته. كتبت قصيده اسمها عبات امي. نعم. تقول طبعا هاي القصيدة كانت مطر عمان وثلج جيش يريد ينزل وبرد وانكسارات وخسارات وما يعني. تقول ولما ينزل الليل تغمض عين الدرابين ويطيح الدمع مني ورق بربين يا حوبة عبات تم الكلاها الطين. أسكت والشوارع تسكت وياي، أعبر والشوارع تعبر وياي، أنا بعين القصب والبردة القب شاي، ومثل ممشى القطة ممشاي، أمس حنية أبوس عيون شارعنا، أركض بالدرب حافي أحن الليل بالحنة، أمس والشوق ما أخذني أعلى نجمة الصبح ذبني، أحس روح عبر الدنيا ولقيت النخل شابقني وشايلني السعف تمرة يخليني على باب البيت أدق الباب بدموعي واصرخ يا وطن رديت، غبت عنك خذان الليل ونجومه ورسمنا وداع، تهت منك بحر بي الحزن غربة وصفنت شراع، أمس حنيت أمشط شعر العمارة وظفرنا قصيبة لها ورد الهور بدموعي والعب بالجرف والها واشمر على العثق قلبي أطيح التمر بالطينة واركض مرة وتعثر أذوق التمر والطينة، يا بابل تعبنا هواي يا أورش بعد بينا يا يما الجرف مجروح ودم سالت شواطينا، أمس حنيت أفرش عمري عمري يمدجله وقعد جوا برحية وعاين على العراق هناك، فارقته وبكيت عليه وفارقنا وبكي عليه.
الله الله يا أبو أثر على الإحساس والكلام. نعم. وإن شاء الله ماكو فراق. أنت ابن العراق وباقي بالعراق. منو تبنى موهبتك؟ منو ساعدك بالبداية؟ من شعراء؟ من نقاد؟ من تنبؤوا لك قالوا هذا الشاب راح يكون إلى؟ صراحة بالبداية كانوا أصدقائنا الشعراء أبناء المدينة اللي المبدعين وأسماء كبيرة، لكن إحنا كنا مجموعة اللي هم عادل الدراجي وحسين زامل محمد العقيلي وباقي الشعراء يعني سبقوني قليل بالتجربة، كانوا داعمين. وأيضا الناقد والشاعر نصير هاني أيضا كتب عنا بالبداية دراسات. تحياتنا إلهم ولكل شعراء المدينة مدينة العمارة. بعدها كانت إن الكبير أيضا سعد محمد الحسن كان داعم. نعم. وشاعر فاضل غضبة يعني سيد خلف الله هنا 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 جاي أحكي من قدمني الشاعر سعد محمد الحسن بأمسية للشاعر الكبير عريان سيد خلف. قرأت قصيدة كان هي المفروض ما تقرأ بالمهرجان لكن بالأمسية لكن قرأت، وكان من ضمن اللي يقرون مجموعة شعراء رائعين اللي هم علي بلول وحسين زامل عادل الدراجي يعني أسماء مهمة، وأنا كنت رابع اسم. قدم الشاعر عريان سيد خلف قدمه الكبير والرائع الناقد كاظم غيلان. بهاي الأمسية بدت العلاقة الحقيقية بيني وبين الكبير الراحل عريان سيد خلف وبين المتفضل والكبير الناقد والشاعر كاظم غيلان. يعني اسمح لي خلي احكي. انت قصيده قالوا لك لا تقراها لان يعني يخافون عليك. نعم. انت من هذا التحدي وانت بعدك يعني بعدك شاب بيئتك مو انا هذا اقوله. وقلت لهم اي ورحت بنفس اليوم خليتهم امام امر باقي وقريت القصيده بيئتك. قلت لك انا تكوينك ياثر على بناء شخصيتك. زين. فانا بي هواي اشياء من والدي. استاذ محمد اقول لك شيء، انا رثيت امي ورثيت اصدقائي، والدي لحد الان ما اقدر ارثيه. نعم. لهذا اليوم اكتب المطلع مال القصيده واحسه زين بدون رثاء. هسه احكي وياه هو اكيد روحه يعني متابعتك. قل له ابو حازم اي ابنك صار هيكي، ابنك افتخر بي، هو شهد نجاح. لا طبعا ما انا ما شهد ما نجاح. ان هو يفتخر او ما يفتخر. نعم. بس اقول له شيء، أقول له أنا صدقا أبو حازم اسمعني، أنا مثل ما أنت ردتني لا بعت وطني ولا قدمت تنازلات ولا مدحت أحد غير العراق ولا راح يوم الأيام أسويها، ومثل ما تمنيتني محب البلد وحقيقي ومحب الأهلي والناسي إن شاء الله أكون وفيت، والأيام القادمة راح يكون حازم أفضل من الآن لأن أنت هيك ردته ومثل ما ردتني راح أكون. وأنت حقيقي يا أبو أثر. تحدثنا عن قصيدة ربع حب اللي مشكلة يعني الشباب والشابات والفتيات يسمعوها، شلون يعني ولدت هاي القصيدة والأغنية؟ أنا سجلت قصائد. نعم. نرجع نلعب شوي. نعم يلا لأن أنا أحب إجاك جهار أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة لعبتك شو ماك زين. لا هسه احنا اثنين بس انت ها اي طبعا الحديث المخرج يعطينا ملاحظة يقول الحديث حلو فنسيت اللعبة. زين أنا ثلاثة أوكي هذه منطقة أمان طبعا الزهرة. اي نعم أبو أثر وإحنا نلعب من فضلك. سجلت قصائد اللي هي من طولك وطول الدنيا. زين. تلقى الدنيا تلوق طولك وطبع بينا الجرح ندعي له حتى يطيب. زين. لك بيه جرح أدعي له ما يشفى. زين. فصار المفروض أن أسجل قصيدة وأصورها بالمناسبة حتى للتاريخ. أنا أول من سجل قصيدة اللي بيها يكون كورال بالبداية. نعم. اللي هي قصيدة طبع بينا ودللنا. نعم. هذه. نعم. وبعدين استنسخوها بعض الشعراء. زين. وإحنا نلعب من فضلك أبو أثر. نعم. أي. فدزيت لل واحد اثنين. نعم. دزيت للملحن كان بمصر علي صابر، دزيت له مقطع قلت له هذا سوي لي كورال حتى إحنا أربعة. زين.
هاي لازم اجيبها هنا. حسن انت اربعه مطلع. نعم ابو افل. زين اقرا لي شيء من القصيده. اي فدز لي اياها. بعدين الفنان حاتم العراقي كان متواجد في عمان قال سمع قال ليش ما نسوي هالاغنيه؟ قلت له والله اتمنى. تعرف حاتم نجم وله جمهوره ووضعه وتاريخه والاشياء طلعت من عنده بشكل حلو. فقلت له والله انا اتمنى. فسوينا الاغنيه وطلعت بهذا الشكل. تبنت الموضوع شركة التقارب. رحنا المخرج وليد ناصيف اشتغلنا هاي الأغنية وطلعت للناس بهاي الجمالية. خلينا نشوف. احنا خلينا نرجع لأسئلتنا. هذه ثلاثة شيله ما جاء مني نقول أصدقاء ونقول مو لازم أغلب. زين أنت طبعا أنت غالب وإحنا غالبين بوجودك ويانا. وأنا أعرف أبو أثر أنت يعني قليل اللقاءات ما تطلع لقاء. فإحنا كلش ممتنين منك. واسمح لي نشوف إيش عندنا بالأمثال البابلي. حافظ أمثال من مدينتك العمارة مثلا؟ لا هي إيش أكو أمثال هي تربينا عليها ربما هي تكون سومرية الأصل. نعم يعني واحد منهم يقول لا تكن عدائيا حتى لا تنتظر الانتقام. انت من الاشخاص اللي تسامح ابو اثر؟ انا هواي اسامح لكن أي. من اقرر اقطع زين خلاص بعد لسبب لان احس انا هواي سامح اتعبر مره مرتين ثلاثه بعدين من اقرر ان هذا الشخص ينتهي من حياتي فراح تكون نهايته بلا رجعه. زين خلينا نشوف. وهي هي ايضا رساله الكل شخص أنا قاطعته يعني أقول له قاطعتك ترى لأن أنا مليت قد ما أسامحك. زين نعم المثل البابلي يقول لقد دفعوا بي إلى تحت الماء وخاطرت بحياتي فلم أصطد سمكا وفقدت ملابسي. أحد خدعك يعني من هذول الأشخاص اللي قاطعتهم أبو أثر؟ إيه؟ إحنا نحكي التجربة بدون الأسماء. إيه بدون الأسماء. أيضا أبو أثر إحنا التجارب نقولها حتى الآخرين يستفيدون من عدها. طبعا هو لو ما خدعك وتحس خذلك أيضا نعم ما ابتعدت عنه وتعبر له مرة ومرتين وثلاثة وتلقى أن هو شخص فاهم الصداقة بشكل غلط وفاهم العطاء بشكل غلط وفاهم أن أنت يوم من الأيام وقفت له وضحيت له وكبرته تكبر بيه هو يزغر بيك تكبر اسمه هو يشطب اسمك يعني نعم مسكين. نعم فشو تسوي لأن أنا مو عدائي ولأن ما أقدر أتعامل بهذا الأسلوب الشيء الوحيد اللي أسويه إن أنا أنسحب بلا رجع. أنت مسامح أبو أثر وأنت لطيف ومحب للجميع ودليل شعرك يعني. أتمنى أنا كل الناس تشوفني مثل ما أنت تشوفني. والله شايفك حبيبي محب وشعرك كل يعني محبة وغرام نعم. وجمال. زين أنا حاب أيضا أتحدث عن تجربتك بالتايتلات. هذه تجربة نعم. أيضا مهمة. إيش قد عدد الأغاني اللي أنت لحنتها عفوا كتبتها؟ كان الحب والسلام نعم من أروع المسلسلات. الأصيل اللي ما تخلى يوم عن ناسه وهلا خليجي نعم والأصيل اللي لبس ثوب الوفا وما بدله ولو مشت عكس الليالي مثل وجه الشمس عالي. يعني بذاك الوقت ما كان ينذكر اسم الشاعر العراقي نعم. والهذي وكتبت مسلسل رباب. اي طبعا الغناء الصوت الرائع محمد عبد الجبار وايضا كاتم الفندق. الفندق ايضا النص الرائع حامد المالكي نعم. والكاتم والمتمرد لعلي ليو والكاتم غناء مصطفى الربيعي. أنا فدي يوم سمعت لقاء للملحن الكبير المصري عمار الشريعي نعم يقول أنا من ألحن أتخيل شخصية يعني الموسيقى أبني على شخصية البطلة نعم وكان ينصف المطرب يقول له من تغني غني بأسلوب البطل نعم بطل الربيعي حقيقة. أنت من تكتب للبطل البطل شلون يتكلم طبعا. شون المفردة اللي ممكن يقولها؟ أي أنا دائما أقولهم دزول النص أقرأ زين وطون الملخص أيضا نعم. وأقرأ وأبحث عن يعني هسه تشوف ما المتمرد الشخص واجه صعوبات وناس تريد تأذي وتنتقم منه لكن هو شخص محب للحياة وعنده طموح ويريد يحقق ذاته. ايش كتبت للمتمرد؟ ايش كتبت؟ ايش قلت؟ يعني ما اذكرها بالضبط بس تقول قبل كم يوم كنا صغار رمشت عين صرنا كبار صار البينا بد ما صار يا دنيا شبيك شرح موينا مر الدنيا من تقسى
تكرهب نادم بنفسه، الجرح مرات ما نحسه من قد ما جرحتينا. يا دنيا شبيك رحمين، إيش قد أكو اللي تكتبه بشيء بي يعني تترجم به مشاعرك أنت أو تجربة أنت مريت بيها؟ إذا 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 أشوف، شوف إحنا الأغلبية بالنسبة كل كبيرة حياتنا وحدة. نعم. يعني إحنا الغني والفقير يقعدون سوا، النجم والمنجم يقعدون سوا، وهمنا مشترك ومعاناتنا مشتركة وعاطفتنا واضحة وفائضة، فتشوفنا ما نختلف عن بعض. يعني أنا متأكد 70% من معاناتك هي معاناة. أكيد. مو صحيح؟ أكيد. فتشوف تشوف المواضيع هي المعاناة تشابه. نعم. فأنا من تجيني يعني واحد قاسي علي الدنيا. نعم. ليش هي الدنيا قست على حد قد ما قست علي؟ لا طبعاً. كل شيء شفته بحياتي، شفت الألم وشفت الغربة وشفت العوز وشفت إن أني وضع المادي كل الزين وشفت وضع المادي، ما تفرق وياي لو أني قاعد بقصر لو أني قاعد بغرفة وحدة، ما تفرق وياي لو صاعد أحسن سيارة لو صاعد، ما تفرق وياي أشتغل لو عندي بسطية. المهم أنت كل شيء شفته بحياتك، فأنا أقول معاناتنا وحدة. ومن يطون نتائج يعني المكتوب لنا ما مكتوب الأحد ليش ما الرباب بحزن ودمعة وحسرة وآهل عمر نعيش يوم أصعب من يوم عمر الخلصة هموم مبيوعين وكل العالم صاحت بيها معاناتنا. نعم عرض هنا على العراقية والحقيقة تألقوا الممثلين. نعم. وكان عمل أحس أني وطني وسياسي أيضا يعني أرشف وأرخ لمرحلة معينة. أبو أثر منو أصدقائك من الشعراء؟ والله هواية. نعم. أنا شوف أستاذ محمد أنا من قطعت عن الناس زين بس يعني أنا أحس الممثلين أقرب، يعني صداقاتك مع الممثلين أكثر يعني بالفترة الأخيرة، لكن أنا ما من قطع عن الشعراء زين. والشعراء الـ 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 الإنسانيين. نعم. يعني كانوا جبار رشيد الله يرحمه وصباح الهلالي يعني ذول اللي فقدناهم وعلي الفريداوي، ذول الثلاثة مثلا يعني خسارتهم كانت مؤلمة زين. البقية أنا كلش علاقتي طيبة بيهم، شعراء المحافظات متواصل وياهم، لكن لأن هم مشغولين والحياة ما أخذتهم، فتشوف أنت لقاءاتي بالمسرحيين والممثلين والتشكيليين وهذه أيضا بصراحة أنا أحسهم أقرب إلي، لأن الحوار يكون أوسع. نعم. الحوار يكون متنوع فيضيف لك. إيش تتمنى الأثر ابنك أثر اللي هو عمرها سنتين مو؟ والله أتمنى يكون طيب، يكون متسامح، يحب الناس أكثر مني، يكون طيب أكثر مني، متسامح أكثر مني، يتعب على نفسه، يحب بلده، يعني هاي الأشياء. وبنتك روح؟ روح نفس الشيء، يعني أيضاً أتمنى تتعب على نفسها، وإذا الله كتب لنا عمر أكيد أنا يعني راح أكون سند إلها في كل شيء. أتمنى تكون واعية، متحضرة، محبة، مثقفة، تتعب على دراستها، توصل إلى مرحلة إحنا ما وصلنا. أنت مرة قلت شيء أبو أثر وجدا عجبني الحقيقة. نعم. قلت أنا أريد أكمل الدكتوراه والماجستير على مود أولادي. نعم. يعني هذه فتح حالة يعني جدا جدا رائعة أن إنه واحد يهتم بالعلم والدراسة والثقافة. يعني هو شيء جميل أستاذ محمد إن يكبرون أطفالك وأنت مخلص بكالوريوس ومخلص ماجستير ويتباهون بيك، حتى هم يوصلون إلى مرحلة أعلى من اللي وصلتها أنت. أبو أثر أنت نورتني وشرفتني بصدق، وتعرف أنا قد أكون لك كل الاحترام والتقدير. اليوم أنت ضيف عزيز بالبرنامج، أنا السؤال الحر ما رح أسألك سؤال حر، رح أطلب منك طلب. نعم. ربطة العنق مالتك حلوة عجبتني، فبعد البرنامج تعطيني إياها حتى أصور بيها حلقة من حلقة البرنامج. حاضر. شكرا أبو أثر. شكرا شكرا. أنا سعيد بلقائك. شكرا. شكرا جزيلا. أستاذ محمد. وأيضا أشكر الأميرات وأشكر الكادر المخرجين الإعداد المصورين كل التقدير. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم وإلى اللقاء.